موعدنا الآن مع شباك افتراضي تصحبنا فيها الزميلة سلمى ناصر. مرحبا سلمى. مرحبا نادين، أهلا. اليوم عندنا عدة أخبار بالنسبة للتطبيقات، وفي تطبيقات جديدة. صحيح، اليوم حنتكلم عن مجموعة من التطبيقات الطبية والصحية والرياضية اللي بتهم الناس، خصوصا في زمن الحجر وزمن الإغلاق وزمن كورونا. أحد التطبيقات اللي حنتكلم عليها هو التطبيق الطبي الذي طبعا تم تأسيسه في الأردن، وهو تطبيق يهتم أو يمكنه أن يستدعى الطبيب إلى منزلك، فعلى مدار الساعة يمكنك التطبيق الطبي من التواصل بطبيب مختص. التطبيق المتاح باللغة العربية يتيح التحدث مع طبيبك من خلال محادثة نصية أو صوتية وفقا لاختيارك، ويتيح أيضا إرفاق الصور أو نتائج التحاليل. وبعد وصف الأعراض والتحدث يرسل الطبيب تقريرا مكتوبا عن الحالة، كما أنه يحتوي على مكتبة عربية شاملة في مجالات الطب المختلفة من أسئلة وأجوبة، شارك فيها نحو 10,000 طبيب معتمد. طبعا نادين، هذا التطبيق مثل ما ذكرنا هو واحد من أهم التطبيقات الصحية الناطقة باللغة العربية والموجه للأشخاص في الشرق الأوسط، ولكن أي مكان، أي شخص في أي مكان في العالم يمكنه أن يقوم يستخدم هذا بتنزيل التطبيق. التطبيق، صحيح، وأن يتحدث مع الطبيب. موجود عندنا مجموعة معتمدة من الأطباء في هذا التطبيق، وعشان نتعرف عليه أكثر طبعا التطبيق مثل ما ذكرنا متاح بشكل مجاني على الاي او اس وعلى الاندرويد. طبعا الواجهه للتطبيق مثل ما احنا شايفين هي واجهه بسيطه جدا، تحتوي على قائمتين رئيسيتين، القائمه الاولى هي تحدث مع طبيب، والقائمه الثانيه هي الملف الشخصي. طبعا لو نقلنا على الملف الشخصي هنلاقي مجموعه من الاسئله او القوائم الفرعيه. عندنا مثلا استشارة الصحية، وهنا نجد كل ما يمكن أن مجموعة الاستشارات الطبية التي قمت أنا فيها سابقا أو إذا أردت التحدث مع طبيب يعني الآن. يسجل ربما قائمة الاستشارات السابقة. صحيح. القائمة الأخرى وهي السجل الطبي، كمان عندنا قائمة أخرى وهي الملفات الطبية. الملفات الطبية هي تتيح لك نادين أو تتيح لأي شخص يستخدم التطبيق أن يقوم برفع أي نتائج أو أي صور أو أي ملفات بي دي أف خاصة به بسجل الطبي على هذا يعني التطبيق. في حط فحوصاته. تماما. القائمة الأخرى وهي أنا كمان الحياة الصحية. طبعا هون بعد الدفع هذا التطبيق مثل ما ذكرنا مجاني، ولكن في عندك تطبيقات مميزة فيه يمكن أن نشترك بها عن طريق دفع مبلغ ما يقارب 6 دولارات شهريا. كمان عندنا شغلة ثانية هي أسئلة المجانية، هون يمكن لأي شخص أن يطرح سؤالا. طبعا لو جينا نجرب مثلا أنه شخص يعاني مثلا من نفترض مثلا ارتفاع من درجة الحرارة، فبيطلب منك إدخال عنوان السؤال. طبعا نقول ارتفاع عنوان المريض. عنوان لا عنوان السؤال الذي تريد أن تسأليه، اوكي. عنوان ارتفاع في درجة الحرارة مثلا. تمام. هون بيطلب منا بعدين اشرح الأعراض اللي تعاني منها، مثلا ارتفاع طول ارتفاع في درجة الحرارة مع مثلا سيلان في الأنف، أو ممكن ارتفاع في الضغط، ممكن أي سبب يعني أنت تعاني منه. بعدين ممكن أقول هون كلمات مفتاحية، حيطلب منا الذهاب إلى، طبعا هون حيطلب منا مرة أخرى، حيطلب منا مثلا هون إذا كان مثلا شخص عنده حساسية يطلب منك إنك تقومي بإضافة مرفق صورة أو ملف. طبعا ممكن تلتقي الصورة من طريق الكاميرا، أو ممكن أن تختاريها من الهاتف. لو مثلا فرضنا إنه أنا حقوم بتحميل هذه الصورة، يتم تحميل الصورة، بعدين هنا الإرسال. هون حيطلب منك معلوماتك الشخصية. طبعا هون انت معلوماتك الشخصية كنت بتكوني منزلاها اولا، طولك وعرضك، واذا كنت تعاني من اي مشكلة في حساسية معينة. اذا مثلا لشخص اخر، نفترض اننا سنسأل عنك مثلا، اوكي، فحيطلب منك ما اسم المريض، او مثلا ممكن او نادين نبدأ فول عليك يعني، بعد ممكن الشر، بس بعد شهر ممكن. ممكن اقول اقبال نفترض مثلا. طب هون بطلب منك من هو هذا الشخص، هو اب اخ ام، فانت بتختاري مثلا اللي بدك اياه. ممكن اقول مثلا ابن او ابنه او زوج او زوجه، اخ مثلا، اوكي. التالي حيطلب منا كمان ما هو طوله، طبعا ندخل الطول المناسب، الوزن، طبعا تدخلي الوزن، يعني كل هون الأسئلة فصيلة، البديهية صحيح، فصيلة تسأل في الدم، البداية. تمام. هل يعاني من حساسية؟ لا. هل يعاني من أمراض مزمنة؟ هل يتناول أي أدوية؟ طبعا هون بيعطيكي مجموعة من الأسئلة المشابهة لسؤالك، ومجموعة من الأطباء قاموا بالإجابة عنها. حلو. إذا لم تجدي جوابك في هذا، يمكنك أن تقومي بإرسال سؤالك الخاص
إلى طبيب إلى خاص. طبيب خاص. تمام، هون خلاص، هون إحنا رجعنا للعودة للشاشة الرئيسية. الحلو كمان في إنه هذا التطبيق يمكن أن نضيف أكاونت أو لشخص آخر، بتدخلي الاسم وتاريخ الميلاد والجنس، كان سواء كان أنثى أو ذكر، وكمان يمكن أن نضيف صلة القرابة. يعني يمكن إدارة أكثر من ملف صحيح، طبي على نفس على نفس الجهاز. أنشطة الجهاز طبعا. وكمان يمكن أن نتحدث مع الطبيب مكالمة هاتفية، سواء كانت فيديو أو كمان مكالمة صوتية، ولكن طبعا بعد الاشتراك. يعني حلو، شكرا كثير لك سلمى لأنه أنا وضحتي لنا الصورة أكثر، وكثير سهل التعامل مع صحيح هذا جدا التطبيق، ويمكن أن يساعد خاصة يعني في زمن كورونا كورونا. حول العالم أينما كان. صحيح هلا في موضوعنا الثاني أو التطبيق الثاني، تطبيق 8Fit، صحيح فكمان بدنا نتعرف على هذا التطبيق مظبوط. معك. تطبيق 8Fit يمكن واحد من أهم وأشهر التطبيقات الرياضية، وهو تطبيق 8Fit الذي يعد واحدا من أفضل التطبيقات الرياضية في المنزل وأشهرها، خصوصا أن المستخدم لا يحتاج إلى معدات رياضية خاصة لأداء التمارين. طبعا يتضمن التطبيق تمارين العضلات والبطن والصدر وتمارين أخرى للجسم كله خلال 8 دقائق، وقد صمم خبراء رياضيون التمارين في تطبيق 8Fit بحيث تكون صحيحة وغير مؤذية للجسم. مثل ما ذكرنا نادين، هذا واحد من أهم التطبيقات وأشهرها على طبعا اي اس واندرويد، وكمان تطبيق مجاني، ولكن في ميزات أخرى يمكن أن نحصل عليها إذا قمنا بدفع مبلغ شهري تقريبا مبلغ سنوي 60 دولار. نتعرف على هذا التطبيق سويا. طبعا هذا التطبيق مثل ما ذكرنا يملك واجهة سهلة جدا فيها مجموعة من القوائم الفرعية، منها مثلا البروفايل أو الحساب الشخصي. طبعا أنا بهذا الواجهة بيعطيكي عدد التمارين التي يمكن أن تقومي بها حسب أنت شو بدك. هل أنت تريدي مثلا بناء عضلات، أو تريدي أن تفقدي وزن، أو تريدي أن تزيدي وزن؟ كل هذه الخصائص موجودة في هذا التطبيق. طبعا عندنا في شغلة اسمها اللي هي ماي فيتنس بلان، أو خطتي الصحية للياقة. ممكن عن طريقها انك تغيري ما هو هدفك من هذا التطبيق، هل تريدين مثلا ان تصبحي اكثر صحه، او تريدين ان تستدعي مثلا عضلات اكثر. كمان عنده تطبيقات سهله جدا، لو رحنا الى الورك اوت بعطيك كل يوم مجموعه من التطبيقات انت ممكن تحطي ريمايندر فيها او تذكير. طبعا كل تطبيق بعطيك، هل تريدين مثلا اضافه موسيقى الى هذا التطبيق، او مثلا بعطيك طبعا يمكنك عن طريق خيارات الاستعداد. يعني متعددة صحيح، أنا ممكن أحط مصاحبة لهذه الموسيقى، التمارين. هل يمكن تدين تمارين الإحماء أو تمارين الاستطالة. فهي كلها مثلا لو نختار تمارين الاستطالة، هون بعطيكي الأهداف اللي بدك إياها. ممكن تختاري مثلا تمرين عن طريق 10 مرات أو 3 مرات. وبعد لما نفترض أننا قمنا بكل هذه التمارين، طبعا هي مدتها 8 دقائق مثل ما ذكرنا. عند الانتهاء من التمارين، طبعا نفترض أننا قمنا بكل هذه التمارين، يعطيكي أنه أنت خلاص انتهيتي من تمرينك اليوم، ويمكنك طبعا تذكير في موعد التمرين الآخر. وفي ميزة ثانية مثل ما ذكرنا، إذا احنا قمنا بدفع مبلغ اللي هو 60 دولار شهريا، يمكن لهذا التطبيق أن يقوم بإعداد وصفات صحية لك خلال الأيام السابقة لتصلي للهدف الذي كنت أن تريد الوصول إليه. يعني برنامج متكامل. صحيح، وجبات غذائية وتمارين صحية. شكرا جزيلا لك سلمى، يعني سأضع لها، سأفكر بالهدف و أكيد. سنرى. شكرا جزيلا لك.